بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وعظم وكرم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام أبو شجاع رضي الله تعالى عنه وأرضاه في كتابه المعروف بمتن أبي شجاع عند قوله: فصل. ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، ويجوز استعمال آنية، ويجوز استعمال غيرهما من الأواني. ما مناسبة ذكر الأواني هنا بعد الماء؟ انتبه، بعبارة لطيفة ظريفة، أن كل باب من الأبواب له علاقة بالباب الذي قبله والذي بعده. الذي قبله تكلم عن جلود الميتة باعتبار أنها قد تكون بعد الدباغ آنية للماء وظرف للماء، وكذلك الأواني. الأواني هي ظروف الماء، والآنية منها ما يجوز استعماله ومنها ما لا يجوز استعماله. والآنية والأواني جمع آنية، والآنية جمع إناء. فالأواني التي ذكرها الشيخ هنا هي جمع الجمع، أواني جمع آنية، وآنية جمع إناء. والإناء عرفه علماؤنا بأنه ظرف الماء. يعني إيه ظرف الماء؟ يعني الإناء الذي يوضع فيه الماء، يعني هذا الكوب إناء، لأنه ظرف للماء، فكل ظرف للماء إناء. الزجاجة التي توضع فيها المياه المعدنية، ما عرفش هي معدنية ولا هم حاطينها من الحنفية، احتمال عقلي، واخد بالك؟ هي ايه؟ ايه؟ مفلتر. لا، مفلتر ولا مياه معدنية؟ حدد الوجهة، لأن هو ممكن يشتري فلتر ويقول لك أنا بفلتر المية وهي مقيسة على المياه المعدنية، فأنا هسميها مياه معدنية بناء على ثبوت اللغة بالقياس، ويلعب بقى الشغل بتاعه ده. يبقى كل ما هو ظرف للماء يسمى إيه؟ إناء. فهتكلم على الآنية التي توضع فيها الماء، منها صنف يجوز وضع الماء فيه، ويجوز كذلك استعمال الماء منه، وصنف لا يجوز وضع الماء فيه، ولا يجوز استعمال الماء منه، ولا يجوز كذلك اتخاذه. عندي ما صنع من الذهب والفضة، باختصار ما صنع من الذهب والفضة. صنعنا كوبا مثل هذا لكنه من ذهب، ما حكم وضع الماء فيه؟ حرام. ما حكم شرب الماء من هذا الكوب المصنوع من الذهب؟ حرام. ما حكم الوضوء منه؟ حرام. ما حكم الاغتسال منه؟ حرام. ما حكم ما إذا صنعنا كوبا مثل هذا من ذهب ولكننا ما استعملناه، ولكن وضعناه في الدولاب، وضعناه في الدولاب يكون عبارة عن زينة، وهي ما يطلق عليها في الفقه القنية، الاقتناء، أو يطلق عليها في هذا الباب الاتخاذ. الاتخاذ يعني يا مشايخ الإسلام أنني صنعتها أو اشتريتها من ذهب أو فضة ووضعتها في مكان للزينة، لكن قد تدعوني نفسي أن أشرب من هذا الإناء المصنوع من الذهب والفضة. أنا اشتريتها بداية لأقتنيها ولأجعلها زينة في الدولاب. عندنا حاجة كده دولاب توضع فيه الكوب، بيتسمى عندنا في مصر النيش، اسمه يا مشايخ النيش،
ولذلك كلنا لما جينا اتجوزنا العروسة اشترطت علينا النيش، قالت لازم تشتري. عندكم تشتروا نيش دي ولا ما فيش؟ ولا انتوا بتاخدوها كده من غير نيش ومن غير اي حاجة على حصيرة وخلاص وخلصت؟ لا، عندنا في مصر يعني عندما يتزوج الرجل يأتي ويتقدم للعروس ويشعر أنه سيدخل الجنة الخضراء المنعمة، واخد بالك، والحمد لله ذهب إلى العصفورة التي تجعل حياته حياة مستقيمة ورائعة، وليس بعدها حياة، ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت. ده الزواج يا مشايخ، يعني ده الزواج المخفي. وبعد ما بيتجوز بيشعر انه كان امر الله قدرا مقدورا. يعني هو واخد بال حضرتك، اتضحك عليه من الاخر يعني. فعندنا في مصر بيشترطوا على الراجل ان هو يعني ياتي بدولاب اسمه نيش حتى تضع فيه الكوبايات. بعضهم لكثره يعني الغنى والبذخ يتخذ أكوابا من ذهب وفضة، معالق. نعم، أنت طيب يا شيخ خير، أول الله أنت طيب خالص، أنا عشت وشفت الناس دي من ذهب، كوبايات من ذهب، كوبايات من فضة، حلل من فضة، حلل يعني تعرفين الحلل ولا لا؟ ولا ما اسمها إيه بالبلاوي؟ ايه؟ بريو. بريو؟ بريو ايه؟ قولها لهم يا ابني في التليفون ولا الميكروفون. المقصد انه بتوضع هذه في الدولاب، دولاب المقتنيات. النيش اسمه ايه؟ النيش. لما تيجي تعرف النيش تقول هو عباره عن دولاب يتخذ لوضع المقتنيات فيه. المقتنيات قد تكون من فضة، قد تكون من ذهب، وقد تكون من زجاج عادي، قد تكون من بيركس، يعني حاجات كده أنواع. لكن الشرع منع أن نتخذ، مش هنستعملها، ده احنا سنضعها في النيش في الدولاب. هل يجوز؟ الحرام، حرام اتخاذها، ويحرم اتخاذ آنية الذهب والفضة. في المنهاج يقول لك ويحرم استعمال آنية الذهب والفضة وكذا اتخاذها في الأصح. اتخاذها يعني إيه؟ يعني وضعها في النيش للاقتناء وللزينة. قالوا لأن يعني وضعها بالطريقة دي يدعو إلى استعمالها، واستعمالها حرام، فحرموها من أجل أنها وسيلة للحرام. طول ما أنت شايفها كده، يا سلام، أنا عايز أشوف شكلها إيه لما نضع فيها الماء. الشيطان مش هيجي يقول لك كده بداية، يا ابن آدم اشرب من الكوب الذي صنع من ذهب وفضة. الشيطان أذكى من كده، هيعمل إيه؟ زي ما أنا بقول لك كده، هو هيقول لك يا سلام أنا نفسي أشوفها كده والماء موضوع فيها، ويجي كده يا سلمى جميل، طب ما نشوف كده نجرب. وفي الآخر يشرب، وفي الآخر يستعمل. يبقى اتخاذها يدعو إلى استعمالها أو يؤدي إلى استعمالها، فحرم الاتخاذ لأنه ذريعة للاستعمال. ذريعة يعني يا مشايخ بعبارة سليمة يعني وسيلة، وسيلة يؤدي إلى الاستعمال. كما أن الشرع ده عندنا فين؟ ده في الفقه الشافعي كده، حرم اتخاذ آلات الملاهي. الفقه كده في المذهب الشافعي حرم على الناس إن هم يتخذوا البيانو. ما تجيبش بيانو عندك كده وتشيله في البيت. ليه؟ لأن دي آلات، والآلات ديت الشغل عليها وسمعها عندنا في المذهب الشافعي حرام، وإن كان الفتوى في المؤسسات الإفتائية على خلاف هذا. لكن أنا بتكلم شرح مذهب، ما بفتيش الآن، أنا ما بفتيش.
هنا بشرح مذهب. انت عايز تقلد الرأي ده قلد، ولكن لا ينكر المختلف فيه، وإنما ينكر المجمع عليه، دي قضية تانية خالص. فقالوا كده مذهبنا أنه حرم اتخاذ آلات الله اللي هي الطبلة والجيتار وكل آلات الله، لأن اتخاذها يدعو إلى استعمالها. حطت الجيتار كده شكله جميل، عارفين الجيتار ولا لا؟ يعني هي دي اللي عارفينها بسرعة، ده انتوا شكلكم أهل موسيقى وأهل لهو. مش أهل علم بقى، ده احنا كده طلعنا أهل لهو. طيب عارفين العود لو بتتفرج على الأفلام المصرية القديمة، اتفرج على فريد الأطرش دايما يطلع بالعود، الشيخ سيد مكاوي بيطلع بالدسم العود، واخد بال حضرتك؟ كان مشايخنا بتوع القراءات كان لهم مذهب في هذا، وكان عندهم الكلام ده، وكانوا أئمة في القراءات، أئمة بمعنى الكلمة، وإلى الآن ما زال بعضهم على قيد الحياة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيه الصحة والعافية، لكن عنده الكلام ده. فمجرد أن أنت تتخذ وتعلقه يعني إيه؟ تجعله للزينة، عندنا في المذهب الشافعي حرام. لماذا؟ لأن وضعه بالطريقة دي يدعو إلى استعماله. الشيطان هيجي لك يقول لك يا سلام، طب ما تحاول كده تضرب كده بالعود وتسمع. ولذلك لو واحد جه كسر العدة دي، ده شافعي كده بقى، ده مش وهابي والله، ده شافعي. لو أن أحدا جاء ودخل عند حضرتك صديق كده هو، وكان شافعي وانت شافعي وأشعري وانت أشعري وصوفي وهو صوفي، وكسر الأدوات ديت، لا يضمنها لأن هيئتها حرام فلا قيمة لها، لأن عندنا في الشرع ما كانت هيئته حراما لا قيمة له، غير مقوم، اكسرها. طب بعد ما اكسرها ابقى بيعها كده متفرطة، لو كانت تنفع، ما نفعتش خلاص ارميها في الزبال، بس ده احنا كده هنبقى وهابية. لا مالناش دعوة بالوهابية، ده بقول لك اللي عمل كده صوفي وأشعري وبيقول ان الوهابية مش من أهل السنة. يبقى عندنا يا اخوان الآنية، إما أن تكون آنية مصنوعة من ذهب أو فضة، فهذه الآنية يحرم استعمالها ويحرم اتخاذها كذلك، ويحرم استعمالها في أكل وفي شرب وفي أي وجه من وجوه الاستعمال المعروف. طب ما صنع من غير الذهب والفضة؟ أنا بذكرك بس كده يعني اختصار للباب. ما صنع من غير الذهب والفضة حتى وإن كان مصنوعا من الجواهر النفيسة ليس بحرام لا استعمال ولا اتخاذه. طب يعني فهمنا جات ازاي النص؟ لو انا اتخذت اناء من ذهب، كوباية من ذهب، او اتخذت كوباية من لؤلؤ او من احجار كريمة، قيمة الكوباية من ذهب بتعمل مثلا حوالي 30-40 ألف جنيه، قيمتها من الجواهر السمينة ممكن تعملها 300 ألف دولار. هنا أمه 30 ألف جنيه حرام وأمه 300 ألف دولار مش حرام. قال لك ارجع للنص، النص قال ايه؟ لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، ده منع، لا تأكلوا ولا لا تشربوا ولا تأكلوا. لا دي بتعمل ايه يا مشايخ؟ قالوا لا دي ناهية، ودخلت على ايه؟ على تأكلوا وتشربوا، يبقى نهت عن الأكل والشرب. والأصل في النهي أن يكون للتحريم ما لم تصرفه قرينة، وليس هنا قرينة، وعندئذ فصار الأكل والشرب من هذه الآنية المصنوعة من الذهب أو من الفضة حرام. طب ده أكل وشرب، طب وبقية وجوه الاستعمال؟ وقيست بقية وجوه الاستعمال على الأكل والشرب.
طب ما هي العلة؟ اختلفوا في العلة. قال بعضهم قال العلة الكبرياء والتفاخر، بيعمل كده متكبر على خلق الله مختالا. أو العلة كسر قلوب الفقراء، وده موجود اللي من دول ده انت تشوفه يعني عيانا بيانا ظاهرا أمامك، خد بالك. يعني انت بتاكل وتشرب في أنية بألاف الجنيهات، والفقير لا يجد يشتري رغيف سندوتش طعمية وسندوتش فول. إذا رآك الفقراء بهذه الطريقة تنكسر قلوبهم، بتجرحهم حضرتك. والمجتمع ما ينفعش يقوم على إن الحسد والضغينة وشحن القلوب، وإلا هنجد يعني أضرار عظيمة في المجتمع. وده اللي حصل في هذه الأيام، إن الأغنياء لم يراعوا نفسية الفقراء. تجد واحد واخد بالك ركب عربية بملايين الجنيهات في حين واحد مش لا يأكل، فالفقير هيعمل ايه؟ فقير قلبه هينكسر، الفقير سيشعر انه لا ظهر له ولا سند، هينتهي نفسيا. وبذلك انا شايف في معنى كده يعني معنى اجتماعي، انه بيقل انتماؤه للقطر الذي يسكن فيه. ليه؟ لان ما فيش حد مراعيه. تركب عربية بخمسة ستة مليون جنيه والتاني مش لاقي تلاتة جنيه يشتري بيهم سندوتش فول وطعمية، هيعمل لك ايه بقى؟ هيعقد عليك. طب عايزين نعالج النفوس في ما هو الفقه ده علمنا هنا معنى دقيق جدا، معالجة نفس الفقير، منع اتخاذ منع استعمال الذهب واستعمال الفضة واتخاذهما من أجل مراعاة نفسية الفقير. كيف يعني يكون المجتمع ضالعا في مراعاة نفسية الفقير حتى لا يتحول الفقير إلى قنبلة موقوتة في أي وقت من الأوقات قد يستخدم ضد الوطن وضد الدولة. ولذلك نقول لا بد من مراعاة نفسية الفقير، والإسلام رعاها واعتبرها في عدة مظاهر، منها منعه استعمال الذهب والفضة واتخاذهم، ومنها إيجاب الزكاة، ومنها أشياء كثيرة جدا. فلابد وإحنا بندرس الفقه نحاول ان احنا نعالج مشكلات المجتمع من خلال الشرع، لان مش عايزين نطلع كده يبقى حافظين الكتاب ومش قادرين ان احنا نربط ما بين الواقع وما بين الفقه وما بين الشرع. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الذي يأكل في آنية الذهب والفضة أو يشرب فيهما إنما يجرجر، الشاهد إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. يا لطيف يا رب، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم. لكن الجواهر النفيسة عللها العلماء بأنها غير معروفة للفقير. فقير كبيرك تعرف الذهب والفضة، أما هتعرف كوب زي ده معمول مثلا في أوروبا بطريقة معينة بزجاج معين ضخم وفخم معمول مثلا $5,000، مش هيلاحظ هذا الفقير. الفقير كبير ما يعرفه من الجواهر ويعرف الذهب والفضة بس كفاية عليه. ولذلك اتخاذ هذه الأواني والجواهر النفيسة وجعلها أواني، جعلوها أواني يعني من أجل أنها لا يعرفها العامة من الناس، فلا ينكسر قلب الفقير. رقم اتنين، وما فيهاش كمان يعني هو ما دام الناس مش عارفاها يبقى مش هيتفخر بيها. رقم تلاتة، لأنه ليس هناك نص
لمنع الجواهر النفيسة سوى الذهب والفضة. احنا اللي رابطنا يا مشايخ سقف، سقف اسمه الكتاب والسنة والأدلة المرعية، لا نستطيع أن نخرج عنهما، فهما مبدأ الاجتهاد. طيب عندنا بقى حاجة اسمها طلاء الأواني المصنوعة من الذهب والفضة، واخد بالك؟ افرض ان انا جبت اناء زي مثل هذا ودهنته بالذهب والفضة، بماء الذهب والفضة، حتى صار به كم من الذهب والفضة، لو افترضنا اننا عرضناه على النار لا نزل ماء الذهب والفضة واصبح له يعني قدرا معلوما، وده بيسموه ايه؟ المموه. بيسموه يا مولانا التمويه. المموه اذا كان بصوره بمعنى انه الاناء طلي بالذهب والفضه واصبح له قيمه، الذهب والفضه له قيمه لو سيحناه، يعني ايه سيحناه؟ عرضناه على النار ينزل الذهب والفضه له يعني مقدار معين يتمول، فانه حينئذ يلحق بالذهب والفضه ويحرم اتخاذه ويحرم كذلك استعماله. ده اسمه ايه؟ أيحرم المموه بالذهب والفضة ان حصل منه مقدار بعرضه على النار. ده اسمه ايه يا مولانا؟ المموه. طب هب اننا موهناه، لكننا موهناه تمويها، لو افترضنا اننا عرضنا هذا الاناء المموه والذي طلي بالذهب والفضة على النار لا تسقط وتفصل منه النار قدرا متمولا، قالوا حينئذ لا يحرم استعمال المموه إذا لم يحصل بالعرض على النار منه شيء. طب فعل التمويه، قالوا فعل التمويه في الحالتين حرام. ذكر الشيخ الشمس الرملي في نهاية المحتاج. أما التمويه، التمويه اللي هو إيه بقى؟ إني أنا بشتغل في الصناعة وأنا اللي بدهن، أنا هو أنا اللي بدهن الإناء، عملي حرام. ليه؟ قالوا لأنه في تضييع مال، اللي نص على كده سيدي علي الشبرملسي. طيب في بقى حاجة تانية، واخد بالك؟ نقرأ بقى كده مع بعض. قال يبقى الآنية يا مولانا وسيلة، وسيلة للماء، والماء وسيلة للطهارة. يبقى ذكر الآنية لأنها وسيلة الوسيلة. قال ولا يجوز، بدأ بالمحرم. ده سؤال احنا بنسأل اهو بقى، يعني خلينا نقرأ بقى كده ايه حتة حتة دقدقة، بس مش هنقف كتير. لماذا بدأ بالمحرم؟ بعضهم بدأ بالحلال كالإمام النووي قال ويحل كل إناء طاهر. فسيدنا الإمام النووي، وده سيدنا الإمام النووي ده عمدة المذهب، عمدة التحقيق، بدأ ببيان الآنية الحلال، قال ويحل كل إناء طاهر، فبدأ بالحلال. عكس سيدنا الإمام أبو شجاع وقال ولا يجوز، فما العلة في هذا؟ قالوا هو نبه على المحرم والذي لا يجوز لأنه هو المقصود بالذات من وضع هذا الكتاب. المقصود من وضع هذا الكتاب هو التنبيه على بيان الأواني المحرمة. طيب ليه؟ قالوا لأن المحرم ده خلاف الأصل، لأن الأصل في الأشياء يا مشايخ الإسلام الإباحة على الصحيح عندنا معاشر الشافعية رضي الله عنه وأرضاه، أئمة الدنيا الشافعية، مش إحنا يعني الشافعية الكبار. طيب
رقم اثنين، أفراد المباح كثيرة جدا، فلو حصرها وذكرها سيطول به الحال، والكتاب موضوع للمبتدئين. قال: ولا يجوز، ويجوز استعمال غيرهما من الأواني. ما هو بقى الغير؟ يعني الإناء المصنوع من الحديد، الإناء المصنوع من النحاس، الإناء المصنوع من الخشب، الإناء المصنوع من الحجر، الإناء المصنوع من الأحجار النفيسة، العقيق، الياقوت، كتير أو أو أو. فلما كثر أفراد الحلال جعله مؤخرا. طيب، أنت قلت أن استعمال آنية الذهب والفضة واتخاذهما حرام، أي درجة في الحرمة توضع هذه؟ يعني هذا الاستعمال وهذا الاتخاذ، هل في دائرة الكبيرة ولا في دائرة الصغيرة؟ اختلف علماؤنا الشافعية في ذلك، فذهب بعضهم إلى أن استعمال آنية الذهب والفضة من الكبائر. ليه؟ قال ده في توعد بالنار، توعد شديد بالنار. ولكن المعتمد أن الاستعمال والاتخاذ صغيرة من الصغائر. هب إن أنا عندي يعني احتجت احتياج شديد إلى إناء الذهب والفضة، يعني بعض الناس كانت بتتخذ المرود، عارفين المرود اللي هو عبارة عن إناء صغير جدا جدا كده، هو توضع فيه الكحل لعلاج العين بالنسبة للمرأة. قالوا إذا احتاجته المرأة فإنه حينئذ يجوز استعماله، يعني المرود لحاجة العلاج. ولذلك الأواني هذه يجوز استعمالها عند الضرورة كالمرود. طيب، قال بعد ذلك: ولا يجوز استعمال أواني الذهب. أواني دي مضاف، والذهب ده إيه؟ مضاف إليه. وقد عرفتم قبل ذلك أن الإضافة إما أن تكون على معنى في صائم الليل، يعني صائم في الليل، أو على معنى من خاتم حديد، يعني خاتم من حديد، أو تكون على معنى اللام جل الفرس، يعني الجل للفرس. هو أنت الساقية النهاردة ولا إيه؟ لكن الإضافة هنا على معنى إيه؟ على معنى من أواني الذهب، يعني أواني مصنوعة من الذهب. يبقى الذهب ده عبارة عن القماشة التي صنعت منها الأواني. قال: ويجوز استعمال غيرهما من الأواني حتى وإن كانت كما قلنا لكم من الجواهر النفيسة، لأنه لا يعرفها عامة الناس ولا تكسر قلوب الفقراء، وليس هناك نص شرعي على التحريم. فاضل بقى حاجة لطيفة يا مشايخ الإسلام، بارك الله فيكم ورضي الله عن والديكم. قل اللهم آمين. ايه ده، انتوا زعلانين؟ حد زعلان من والدته والده يعني؟ امال احنا بقول لك رضي الله عنكم وعن والديكم، ما حدش بيقول لا ليه؟ ليه؟ ولا حد يعني ما. طيب، قالوا: يحرم المضبب بضبة من فضة كبيرة عرفا لزينة. ده النص اللي موجود. يحرم المضب، ايه بقى هو المضبب؟ المضب الضبة في الاصل يا مشايخ عبارة عن قطع من الفضة كانت بتوضع على قطع من فضة كده بتوضع على الآنية. ده في اصلها كده، اصل المضبب انه عبارة عن قطع من فضة توضع على الآنية لتزيينها. ثم بعد ذلك لما كان الإناء بينكسر بيلحم بهذه،
يبقى هي في الأصل عبارة عن قطع من الفضة توضع وتلحم على الإناء، ثم بعد ذلك توسع في الاستعمال حتى استعملت في إصلاح خلل الإناء. كلام الفقهاء كده، ده اللي في دماغه كده كلام الفقهاء، كمان هتلاقي عندك كده. طيب الإناء بقى المضبب، قالوا الضبة إما أن تكون لحاجة وإما أن لا تكون لحاجة، وإما أن تكون كبيرة وإما أن تكون صغيرة، وإما أن تكون في محل الاستعمال وإما أن لا تكون في محل الاستعمال. حضرتك لو ذهبت إلى حاشية الجمل على المنهج على فتح الوهاب على شرح منهج الطلاب الشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، هتلاقيه بيقول لك إنه حصل من ضرب صور الضبة 24,000 صورة. ذكرناها زمان وبنقولها دلوقتي، العقل البشري شغال، الذهن الفقهي لا يتوقف عن التفكير، مسك أحوال الضبة المختلفة ووصلها ل 24,000 حالة. خلينا بقى في الحالة الصغيرة، ان احنا لو مسكناه ممكن ما نوصلش لغاية ال 24 حالة، مش 24,000 حالة، لكن احنا يعنينا ناخذ الايه المبادئ العامة، او ناخذ المسائل الامهات دي اسمها يا مولانا المسائل الامهات، حتى لما تيجي تقرا في المنهاج واخد بال حضرتك تعرف يعني ايه ضبة، ويعني متى تكون الضبة حراما في مسائلها الكبرى، ومتى تكون حلالا، واخد بالك، وحكم ضبة الذهب، وتبقى عارف، وهل يجوز مباشرة يعني محل الضبة بالشرب والاستعمال ام لا، واخد بالك، وتعرف بقى الدليل على هذا ان اناء سيدنا رسول الله انكسر فيعني ضبب بسلسلة من فضة، وكان عند سيدنا انس، ليتني لقيت هذا الاناء لظللت اشرب منه الى ان القى الله سبحانه وتعالى حبا في سيدنا رسول الله ورغبة في ان يعني يلامس فمي الفم الذي المكان الذي لامسه فم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عسى أن نرحم بذلك وأن ندخل الجنة بذلك. الأم أيمن يسموها كانت يعني شربت بول سيدنا رسول الله، سيدنا رسول الله قال لها لن تلج النار بطنك، خلاص ما بيسموها بقى بركة لأنها شربت هذا البول تبركا. طب يا مشايخ، يجي بقى حد من العلم يقول لك ايه ده إيه البول، ما انت مش عارف مين سيدنا رسول الله عشان كده يعني نفسك مش قادرة تقبل. ربنا يهدي لك نفسك، هتضيع منك معنى انك انت تستمتع بحب سيدنا رسول الله. ويحرم الإناء المضبب. طيب المضبب عرفنا عليه المضبب، يعني ان الإناء انكسر فأصلحناه بالضبة، لكن هذه الضبة معمولة من فضة وكبيرة عرفا لزينة، يبقى هنا لزينة معناها ايه؟ معناها اني انا وضعتها على الإناء ابتداء من غير كسر، أو وضعتها على غير محل الكسر، يبقى يحرم المضبة بضبة فضة، أدي الفضة كبيرة، يعني أن يقول عنها الناس أنها كبيرة، فالكبر والصغر أمر مرجعهما إلى العرف، وأن تتخذ للتزين، أنا حطيتها بس كده على الإناء من أجل أن أتزين به أزركشه عشان لما يجيني حد من الضيوف يشوف الإناء دوت ويعرف إن أنا الحمد لله معي مال شبعان، يعني عندنا بيسموها في مصر يا مولانا شبعان، بس لسه ما يخلص. فإن كانت كبيرة لحاجة، يعني هاب إن الإناء انكسر ولكني وضعت على هذا الكسر يعني فضة كبيرة، قطعة فضة كبيرة بضبة كبيرة، قالوا هذه جائزة لكن مع الكراهة،
أو كانت صغيرة، يعني حطيت قطعة صغيرة لغير حاجة، صغيرة بعرف الناس، قالوا أيضا جائز ولكن مع الكراهة. طب وضعت يعني كانت صغيرة وكانت لحاجة، يبقى جائزة وليست مكروهة، يبقى دي أحوال الإيه؟ المضبب. أما ضبط الذهب فقد ذهب سيدنا الإمام النووي رضي الله تعالى عنه إلى تحريمها مطلقا، وقال بأن الذهب أضيق بابا من الفضة. خلصنا من بالصلاة على النبي منين؟ من الآنية. وطبعا علماءنا بقى في باب الآنية ذكروا شوية فوائد ليس المقام يعني لا يسعها. عايز تقول يا مانو التطبيق ايه؟ التطبيق النفس الحرام الايه؟ التطبيق نفسه. ايش التطبيق؟ مش فهمت سؤالك، قولها لي بالملاوي وانا افهم. يعني كانوا من ضبط الاشياء هل هو كالمموه كتمويه ام لا؟ هو الفرق ان هنا في حاجه فيكون على يعني التفاصيل، فإن كانت كبيرة لغير حاجة حرم التطبيب وحرم كذلك الاستعمال على نفس النحو الذي ذكرناه. احنا ذكرنا كم حالة؟ ذكرنا كم حالة يا مشايخ الإسلام؟ أربعة. يحرم الإناء المضبب بضبات فضة كبيرة عرفا لزينة، ده استعمالها، يعني يحرم استعمالها حتى ولو لم تباشر محل الضبط بالشرب وبالأكل، ويكون في هذه الحالة فعل التطبيب حرام لأنه معاونة على الفعل الحرام. طيب إن كانت الضبط كبيرة لحاجة جاز مع الكراهة، وفي هذه الحالة أيضا يكون صنعها مكروه، أو صغيرة عرفا لزينة يكون صناعتها في هذه الحالة مكروه، أو صغيرة لحاجة يبقى تكون صناعتها حينئذ غير مكروهة وجائزة. طب فعلها من ذهب حرام مطلق، كانت كبيرة صغيرة لزينة لغير زينة في كل الصور حرام. لماذا؟ لأن الذهب أضيق بابا، أضيق من الفضة، ولذلك عندنا الشرع أجاز للرجل أن يتختم بخاتم من فضة، ولم يجز له أن يتختم بخاتم من ذهب لضيق باب الذهب. أخذنا هذه الفكرة وهذا المعنى الكلي العام من النصوص. طيب ننتقل إلى وسيلة أخرى من وسائل النظافة وهو السواك. هنا قال الشيخ فصل: والسواك مستحب في كل حال. مناسبة ذكر السواك بعد الآنية وبعد الجلود، قالوا إن السواك مطهر وإن الجلود مطهرة. احنا ذكرنا الدباغ، الدباغ ده يطهر الجلد. طب والسواك أيضا مطهر للأنف، إلا أن الدباغ يطهر النجس والسواك يطهر الطاهر، ينظف الطاهر يعني، يبقى كل منهما يا مولانا مطهر. ولذلك سيدنا رسول الله يقول: هو مطهرة للفم مرضاة للرب. لكن هو مطهر من الإيه؟ من القاذورات. طيب والدباغ المطهر من النجاسات. قال: والسواك، ايه بقى السواك؟ قالوا: السواك لغة يطلق على الآلة ويطلق على استعمال السواك في الفم اطلاقا على سبيل الاشتراك. يعني السواك اما ان يكون هو الآلة المأخوذة من أراك والمجعولة من أراك، وإما أن يكون هو يعني وضع الآلة في الفم على طريقة معينة، ده السواك لغة. وأما شرعا
كما قالوا استعمال عود من أراكن، استعمال عود من أراك ونحوه، نحو عود من أراك، كل ما كان مثل الأراك في إزالة تغير الفم. ممكن مثلا يبقى عود من زيتون، ممكن يبقى عود من خشب لين، ممكن يبقى فرشة الأسنان، لأنها مثل الأراك في الأسنان. يبقى يستعمل فين؟ بيحدد مجال استعمال السواك فهو الأسنان، ولها طريقة معينة مذكورة في الفقه. في الأسنان ونحوها، لأنه أحيانا بيستعمل في اللثة، ولكن استعمالا لطيفا هينا، لإذهاب تغير الأسنان، إما تغير اللون وإما تغير الرائحة. وأركان السواك ثلاثة: مستاك، ومستاك به، ومستاك فيه. أول مرة تسمعوا أركان السواك، صح كده؟ ما هو ده عندك، بنمسك نعصر الحشة عشان نعرف الدنيا ماشية ازاي، لكن مش هناخد كل حاجة من الحشة وإلا هنخلص يوم القيامة. عايزين في فترة بسيطة ننجز هذا الكتاب، عشان عندنا يعني بيقولوا عندنا يعني مختصرات كتير في الفقه الشافعي عايزين نقرأها في هذا الرواق المبارك. المؤسسة الأزهرية الجديدة. مستاك يعني شخص يقوم بوضع السواك في فمه، ومستاك به اللي هي الآلة. يبقى المستاك ده شخص له مواصفات معينة مذكورة في الكتاب، ومستاك به اللي هو الآلة. ما هي شروط الآلة التي يحصل بها السواك؟ ومستاك فيه الأسنان، ولها صفة معينة بطريقة معينة، ويسن إمراره على الحلق، وكلام طويل في هذا المجال. ثم تكلم أئمتنا عن السواك، هل يا ترى السواك من سنن الوضوء الفعلية الداخلة فيه أو المتقدمة عليه الخارج عنه؟ حصل الخلاف بين علمائنا في ذلك. فذهب الرملي الشمس صاحب نهاية المحتاج إلى أن السواك من سنن الوضوء القبلية، وذهب ابن حجر الهيتمي صاحب التحفة إلى أن السواك من سنن الوضوء الفعلية الداخلة في الوضوء. ولكن إيه بقى المعتمد؟ المعتمد قال لك ما ذهب إليه الإمام الرملي، أنه من سنن الوضوء القبلية الفعلية التي تحتاج إلى نية. ليه؟ لأنها قبل الوضوء، قبل غسل الإيد. ما أول الأعمال إيه؟ غسل الإيد، وأول السنن القولية التسمية. لسانك شغال بالتسمية، إيدك شغالة بالغسل، قلبك شغال بالنية، ثلاث حاجات مع بعض. وعلى ذلك طب يبقى هو بقى فين بقى؟ ابن عند ابن حجر قال لك بعد ما تغسل إيديك اشتغل في بقك. عند الإمام الرملي قال لك قبل ما تغسل إيديك استاك سنة للوضوء بنية الاستياك للوضوء، لأنك لو لم تفعل بنية لضاع عنك الثواب، لأنه لا عمل إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. عند ابن حجر مش محتاج لنية. ليه؟ لأنه داخل جوه نية الوضوء، داخل جوه الوضوء. يبقى هل هو من الوضوء؟ جوه الوضوء أم خارج الوضوء؟ خارج الوضوء عند الإمام الرملي، جوه الوضوء عند ابن حجر. ولذلك يحتاج إلى نية عند الرملي، لا يحتاج إلى نية عند الإمام ابن حجر. طب مين بقى الراجح؟ الشيخ البجولي وهو علامة محقق مدقق رجح ما ذهب إليه الإمام الشمس الرملي. وعلى ذلك وحضرتك بتستاك قبل ما تغسل إيديك، ينبغي عليك أن تنوي
سنة الوضوء. الاستياك سنة للوضوء. طيب هنا بيقول لك والوضوء والسواك مستحب. والسواك السواك اللي هو يا مشايخ اللي هو استعماله، ما لناش دعوه بالمعنى اللغوي. المعنى اللغوي اما ان يكون استعمال واما ان يكون الآلة، وده بقى في حل بقى احنا مش عايزين ندخل فيه، دهاليز هذا الحل. يبقى والسواك يعني استعمال الآلة في الفم مستحب. ما هو المستحب؟ في الورقات بيقول لك ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. ما يعني بمعنى فعل، يثاب الثواب قدر من الجزاء يعلمه الله سبحانه وتعالى للعبد، ولا يعاقب والعقاب كذلك قدر من الجزاء. يبقى ما يثاب وما ولا يعاقب على تركه. قال هو مستحب. الاستحباب ورد من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم واظب عليه، واظب عليه في أماكن وأوقات ومواطن محددة كثيرة، ولذلك بعضهم أفرد السواك بالتأليف في رسائل مفردة للسواك، وذكر بعضهم أن للسواك فوائد، وذكر بعضهم أن هذه الفوائد 360 فايدة. السواك ده اللي انت او اللي احنا كلنا اهملنا فيه، منها انه مرضات للرب كما في الحديث، يعني لو عملته كده ده بيرضي ربنا عنك، بيرضي ربنا عنك. ومنه انه مطهرة للفم، بيطهر الفم، طهر الفم من التغير، طهر الفم يعني السنان من الصفرة. ومنه انه يسهل البلغم. يعني حضرتك كده لما تستاك هتشعر ان البلغم اللي جوه الصدر ده بيخرج معاك. ومنها انه يبيض الوجه، ومنها انه يسهل خروج الروح عند الموت، ومنها 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 كثيرة جدا. ولأهمية السواك ولكثرة مطالبه أفرده العلماء بفصل. قال والسواك مستحب يعني مطلوب طلبا مؤكدا من صاحب الشريعة الغراء، حيث فعله ونقل عن ربنا سبحانه وتعالى أنه طلبه في كل حال. وانت قاعد كده في طلب العلم اشتغل بيه، معاك السواك تطلعه كده قبل الدرس وأثناء الدرس، اشتغل بالسواك، تسوك بارك الله فيك. مستحب في كل حال، سواء كنت نائما، كنت على جنب، كنت في العمل، كنت في الدرس، كنت بتتفرج على ماتش كورة عشان الكأس، تتفرج على مباراة مصارعة، برضك استاك حتى ولو كنت تلهو، لأن السواك مستحب في كل وقت، ولو لم يكن فيه إلا أنه مرضاة للرب مطهرة للفم لكفاك ذلك. طيب مستحب في كل حال. الحال هو ما عليه الإنسان من خير أو شر، الأصل اللغوي كده للحال، يعني في كل وقت إلا بعد الزوال للصائم. ماله بقى بعد الزوال للصائم؟ هنا بيقول لك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال. يبقى هو استثنى منين؟ استثنى من الاستحباب، والاستثناء من الاستحباب معناه أنه عدم غير مستحب. فهل السواك بعد الزوال غير مستحب؟ ده مش غير مستحب بس، ده مكروه. ولكن عبارة الإمام أبي شجاع لا يستفاد منها هذا، وإنما يستفاد منها أنه غير مستحب. وغير مستحب أعم من أن يكون مكروها. ولذلك من أجل أن تفيد العبارة هذا المعنى أصلحها بعض المحققين كالإمام البجولي، مش الإمام البجولي كمان ابن قاسم الغزي، وقال ولا يكره تنزيها
يبقى هو مستحب في كل حال ولا يكره، ده المقدر. طب ولماذا قدر؟ حتى يكون، حتى تكون العبارة مفيدة للمعنى المطلوب. إيش المعنى المطلوب يا مشايخ الإسلام؟ المعنى المطلوب هو إثبات أن السواك بعد الزوال مكروه، والعبارة على وضع وضعها الذي صاغه الإمام أبو شجاع لا تفيد الكراهة، وإنما تفيد عدم الاستحباب. ليه؟ لأنه بيقول لك مستحب إلا، يعني غير مستحب في هذه المواطن. ما دي استثناء من الاستحباب، يبقى المستثنى غير مستحب. طب وغير المستحب ده ممكن يبقى يصدق على المكروه ويصدق على الذي لا يطلب أصلا، على المباح كمان، ما هو المباح غير مستحب، صح؟ ولما لم تفد العبارة هذا المعنى أصلحها ابن قاسم الغزي. شفت بقى العلماء كان دورهم يا مشايخ ان هم بيصلحوا العبارات من اجل الفهم، ويقول لك التقدير ده مراد، لكن ما بيمسكش بقى يقول لك وقد اخطأ ابي شجاع وقد ويبدا يكيل له. هذا ليس في دأب، ليس هذا ليس دأب العلماء، وليس من اخلاقهم وليس من صفاتهم. من صفاته ان هو يضع الحل السليم، ولكنه يقول هذا ما دار في ذهن أبي شجاع، غير أن العبارة لم تساعده على ذلك. ولا يكره تنزيها. عندي أنا حاجة اسمها الكراهة التنزيهية، اللي هي إيه؟ ما لا يعاقب على فعله ويثاب على تركه. ابدأ بقول كده، ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، هو ده المكروه، كراهة تنزيهية. كراهة تنزيهية عشان يقول لك إيه؟ أنه ليس بحرام، وما عندناش حاجة اسمها كراهة تحريمية، وإنما هي كلمة ومصطلح سرى إلينا من الحنفية واستعمله المتأخرون من أصحابنا. إلا بعد الزوال. يعني إلا بعد الزوال يعني إيه؟ يعني زوال الشمس عن كبد السماء، يعني بالضبط كده أول ما يأذن الظهر للصائم يكره له حينئذ، سواء كان صيامه نفلا كان صيامه فرضا، أن يستعمل السواك في هذا الوقت. طيب ليه بقى؟ قالوا لأن هناك حديث، هذا الحديث عندما تأملنا فيه وجدنا أنه يطلب ترك رائحة الفم في هذا الوقت على حاله، فيكون إزالة رائحة الفم في هذا الوقت ممنوعة. لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. لا خلوف، خلوف يعني إيه؟ يعني تغير رائحة الصائم بسبب إمساكه عن الأكل وعن الشرب، وهي غالبا لا تظهر إلا عند الزوال. لا خلوف فم الصائم. عرفوا منين بقى؟ قال ده التجربة، واستقر الأمر على هذا، من أنه لا يتغير الفم إلا عند الزوال اللي هو بيسموه الخلوف. لا خلوف فم الصائم. الصائم هنا دخل عليها الألف واللام، يبقى شملت كل صائم، سواء كان صائما عن نفل أو صائما عن فرض، سواء كان ذكرا أو كان أنثى، سواء كان صغيرا أو كان كبيرا. أطيب عند الله، هو الطيب ده عند ربنا، الرائحة دي، ده العندية ديت مجازية وليست عندية حقيقية، عندية حقيقية، لأن العندية الحقيقية معناها أنه هو في علاقة ما بين الطيب وما بينه سبحانه وتعالى، وهيبقى فيها نوع من أنواع يعني التكسيم. وطبعا احنا مش مجسمة، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، ده سيدنا الشيخ اللقاني اللي بيقول كده، ودي عقيدة الأشاعرة أهل السنة والجماعة.
ومش عقيدة السلفيين، والسلفيين ليسوا من أهل السنة والجماعة، يعني مش مسلمين. مسلمين يا مولانا من أهل القبلة، ما فيش مشكلة خالص، مش مانع. وما اتفقناش معهم إلا بباب واحد بس، هو باب الصحابة. ده هم ألفوا زمان، بعضهم من بعض منحرفيهم ألف مؤلفا واسمه الإرجاء في الفكر الإسلامي، وأخرج الأشاعرة من أهل السنة والجماعة. وكان يعني هذا الرجل ترفع له القبعة في بلاد الوهابية، واخد بالك، سفر الحوالي يعني، وأخرج الأشاعرة من دائرة أهل السنة. وإحنا جايين النهاردة بنغازل أصحاب السلطان وبنقول لهم لا إحنا غلطنا وهم من أهل السنة. طيب، على كل حال هنفضل نؤسس لهذه العقيدة وهذا المبدأ إلى أن نلقى الله، وليس عندنا ما نخاف عليه. خلاص خلصت يعني. طيب يا مشايخ نرجع بقى، لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله. يعني ايه بقى طيب عند الله؟ يعني أنه مطلوب الترك. أطيب عند الله يعني أكثر ثوابا، وليس أن الطيب حاصل عند الله. الطيب عند فلان، الطيب يعني الرائحة عند فلان، ده كده أنت حضرتك كده يعني ظاهره كده يوهم التشبيه، ولا بد حينئذ من تأويله. والتأويل على نحوين، تأويل جملي وتأويل تفصيلي. التأويل الإجمالي لابد أن يكون عند الجميع، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. وأما التأويل التفصيلي حضرتك عايز تجريها على حالها وتفوض أمرها إلى الله، افعل، ما فيش مانع. لأن السلف لهم فيها، الإمام النووي في كتاب شرح المسلم ذكر أن السلف لهم في هذا الموطن مذهبان، مذهب التأويل ومذهب التفويض. فخلي بالك أن التفويض مذهب أيضا سلفي. سلفية يعني السلفية بتاعت اليومين دول، لا يعني القرون الأولى. أما سلفية اليومين دول، دولت سلفية يعني ابن تيمية وابن القيم وتابعين لي يعني المجسمة المتأخرين من الحنابلة. طب انت مالك شديد قوي كده على الوهابية؟ لأنه سبب فساد هذه الأمم وسبب فساد العقول. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من داهنه. طب يا مشايخ نرجع تاني تقلقش. نرجع تاني، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. معنى الطيب أنه أكثر ثوابا. طب ومعنى أكثر ثوابا؟ أنه مأمور بتركه، وأن يعني أخذه وإزالته ممنوعة. وهنا ذكروا فائدة شديدة الأهمية، أنهم يقيموا شدة الطلب مقام المنع من الفعل. ولذلك قالوا مكروه مش خلاف الأولى. هات كده عندك كده العبارة، لأن دي مهمة جدا. لأن فين بقى النهي المخصوص؟ لما انت قلت مكروه، فين بقى الحديث اللي قال لا تزيلوا رائحة الفم بعد الزوال؟ قالوا ما هو الحث على الترك، أقيم مقام المنع من الإزالة. قال الإمام البجلي رحمه الله سبحانه وتعالى: فإن قيل الكراهة لا تكون إلا بنهي مخصوص. الله امسك ديت ثواني، أقول بس حاجة كده يعني، أنت تقرأ وأنا أشرح. يا مشايخ الإسلام، إحنا عندنا الكراهة، المتأخرون من أصحابنا فرقوا بين المكروه وخلاف الأولى. انتبهوا، فرق متأخر الفقهاء كما نبه ونص على ذلك إمام الحرمين في كتاب نهاية المطلب في كتاب الشهادات منه، على أن متأخري الفقهاء فرقوا بين المكروه وبين خلاف الأولى، وقالوا المكروه ما كان حاصلا بنهي مخصوص. كان يقول لك مثلا على سبيل المثال: لا تزل رائحة الفم بعد الزوال، فينهاك
بذكر المنهي عنه على سبيل التعيين. وأما خلاف الأولى فإنه لا يكون بنهي مخصوص، بل يفهم من الأدلة الطالبة للإبقاء. الأدلة قالت لك إيه؟ قالت لك والله يعني هذا الخلوف مطلوب أن يترك، فطلب الترك مندوب. طب الإزالة، الإزالة دي ضد طلب الترك، يبقى الإزالة دي إيه؟ يبقى الإزالة دي خلاف الأولى. فالشيخ الباجوري أراد أن يضع ضابطا مهما لهذه المسألة، وهو أنه قد يكون شدة الطلب قائمة مقام النهي المخصوص. فربنا سبحانه وتعالى في الحديث: لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فهذا يدل على أن طلب إبقائه شديد، وعلى ذلك يكون الإزالة كأنها منهي عنها بخصوصها. اقرأ الكلام الجميل ده، لأن الكلام ده حيرنا، قلت فين النهي المخصوص؟ الكراهة لا تكون إلا بنهي المخصوص، وهو متفق هنا. نعم، لأنه ما قالش لا تزيله. أجيب بأنه غير معتبر عند المتقدمين، إما أن يكون على طريقة المتقدمين من أصحابنا الذين لا يفرقون بين المكروه وخلاف الأولى، أو مع أنه قد يكون مقامه اشتداد الطلب. الله، بارك الله في سيد شلتوت يا جدع، كمل. كما يعلم من كلامهم في مواضع. طيب، سيدنا الإمام النووي اختار أنه لا يكره بعد الزوال مطلقا، وهذا يعد من اختيارات الإمام النووي، وعرض في الكراهة وقال بأن الأحاديث الطالبة لاستعمال السواك عامة وليس عامة في الأوقات، يعني تشمل ما قبل الزوال وما بعد الزوال، وليس هناك ما يصلح لتخصيصها. أضف إلى هذا إن الأئمة الثلاثة ما عدا سيدنا الإمام الشافعي قائلون بهذا، فذهب معهم سيدنا الإمام النووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فمن أراد أن يقلد النووي وهو إمام جليل مع الأئمة الثلاثة فليفعل، ومن أراد أن يتشفع فهو أحرى له. طيب يا مشايخ الإسلام، والقعدة معاكم جميلة. طب بعد كده قال: وهو الكلام ده عيد لمين؟ السواك يعني. في ثلاثة مواضع أشد استحبابا، وهو أيوة السواك، يعني استعماله في الأسنان يكون في ثلاثة مواضع أكثر استحباب. أشد يعني إيه؟ يعني أكثر استحبابا، يعني أن الشارع طلبه طلبا زائدا في هذه المواضع بالخلاف عن غيرها. وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا. طيب، أولها طيب يبقى أشد استحبابا معناه قلنا أقوى في الاستحباب وأشد في الندبية. طب ثلاث مواضع بس، ده العلماء منهم من ذكر أكثر من هذا، يبقى باعتبار ما ذكره ثلاثة مواضع بنسميها إيه؟ بنسميه حصر إضافي، يعني بالإضافة إلى ما ذكره في هذا الكتاب، للي عايز يقيد الحاجات اللطيفة دي. على سبيل المثال، لا مش مثال، على سبيل الحصر الإضافي، هو بيعلم الطالب، عايز يقول له باعتبار ما أذكره لك هنا هي ثلاثة، فهذا لا ينافي أنها مطلوبة طلبا شديدا أكثر من هذا في غير هذا الكتاب. قال: أولها عند تغير الفم من أزم. الفم ده بيتغير ولا بتتغير رائحته أو بيتغير لونه؟
يبقى عند تغير الفم هذا على حذف مضاف، عند تغير لون الفم أو طعم الفم. لون الفم اللي هو الأسنان، لون أسنان الفم يعني. لما تصفر يستحب لك أن تستعمل السواك فيها، أو عند تغير رائحتها يستحب لك أيضا أن تستعمل السواك فيها، سواء كان ذلك من أزم. أزم قيل اختلفوا فيه، الأزم بفتح الهمزة وسكون الزاي، أزم مصدر أزما، أزما أزما. قيل هو سكوت طويل، إما أن يكون معناه السكوت الطويل، قاعد كده عمال تتأمل ساعة ساعتين ثلاثة، أو بتذاكر وعينك هي اللي بتتكلم دون لسانك، عينك هي اللي بتقرأ، فيبقى يستحب لك حينئذ أن تستعمل السواك. وقيل الأزم هو ترك الأكل والشرب. عرفنا يعني أزم يا مشايخ؟ الأزم اختلفوا فيه. قال وغيره، يعني سواء كان من أزم أو غير أزم، كالأكل، كأكل ذي رائحة كريهة، كلت بصل أزل رائحته بالسواك، كلت حاجة يعني رائحتها شديدة، كانتش مثلا بصل ولا حاجة، يستحب لك حينئذ أن تستعمل السواك. بعد ذلك قال أو عند الاستيقاظ من النوم، والثاني عند الاستيقاظ، أهو عند القيام من النوم، أي عند الاستيقاظ من النوم، لأن النوم ده محل سكوت، ومحل السكوت مظنة تغير الفم، وسواء كان النوم قليل كان النوم كثير وهكذا. ومثل النوم لما حضرتك تبقى قايم من العملية، واخد بنج ولا حاجة وقايم من العملية، باردك استعمل السواك إن استطعت وأمكنك ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح مسلم كان يصوص فاه بالسواك بيغسله. والثالث عند القيام إلى الصلاة، القيام إلى الصلاة يعني عند إرادة فعلها، إذا أراد أن يفعل الصلاة استحب له حينئذ أن يشوص فاه بالسواك، يعني قبل ما يقول الله أكبر. طب افرض أنه قال الله أكبر، قالوا إن استطاع أن يستاك بأفعال خفيفة فليفعل، ما فيش مانع، بيتدارك السنة زي ما الشيخ الباجوري قالها عندك، هتلاقيها ما تقولش حاجة. وهناك أشياء أخرى ذكرها علماؤنا مما يستحب الاستعمال، يعني لما تيجي حضرتك تحضر درس العلم هنا استعمل السواك، عندما تقرأ القرآن استعمل السواك، عندما تذكر الله سبحانه وتعالى استعمل السواك. ويسن أن ينوي بالسواك السنة. من اللطائف إنه حضرتك بتستعمل السواك كده، إنو إن أنت بتستنب سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وبذلك أنت يعني تحاول أن تفعل ما يفعله حبيبك، وأن يستاك، والسنة أن يستاك بيمينه، لأن المراد بها التسنن مش المراد بها إزالة، ده هي في الأصل، ما هو اليمين للمستحسنات والشمال للمستقذرات، لكن المراعى فيها السنة، المغلب في السواك السنة، حتى وإن كان لإزالة الرائحة السيئة، حتى وإن كان وإن كان وإن كان. والسنة أن تبدأ بالجانب الأيمن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب التيامن في شأنه كله صلى الله عليه وآله وسلم. تبدأ بالجانب الأيمن من فمك، جانبينهم من عند النص كده، هو ده جانب أيمن وده جانب أيسر، ابدأ بالجانب الأيمن ثم بعد ذلك الجانب الأيسر. ومن السنة أن يمر السواك على حلقه، أها يستعمله كده، دخل السواك الحلق، أهو دخل السواك لجوه ومره على الحلق، ولكن ينبغي أن يكون إمرارا لطيفا، يعني مش إمرار عنيف حتى لا تؤذي فمك، إمرار لطيف. وفي النهاية اللي احنا ذكرناه في السواك ده حاجة بسيطة، لما نقرأ كتاب كبير ممكن نقعد في السواك ساعتين.